اخد المبدأ الثاني في أبجدية التربية، سميه ب بشاشة. ألف ب، مش كده؟ صح، ب تبقى بشاشة. زي ما قلنا الاستماع ضروري جدا في التربية. الوش السمح، الابتسامة، البشاشة أساسية جدا في سلامة نفسية الأطفال والشباب. مرة قلت لكم جالي طفل يعترف، قال لي أنا بحس إن ماما شطان. قال لي كده. تصور لما طفل يقول كده، لما بتزعق لي يا ابونا بتبقى وشها أحمر وعينيها حمرة، بحس إن هي دي الشيطان. قولوا لي الطفل ده ممكن يتمتع بحياته ازاي بعد كده؟ لما تبقى امه هي الشيطان، الرعب كله طبعا. حاجه عكس اللي قصده ربنا خالص. اكيد ربنا قصد عكس كده تماما. بس انا عشان تعرفوا ان الطفل مش فاكر هي قالت ايه، بس وشها علم عليه خلاص. فهنا مجرد الابتسامه دي رساله امان للأطفال. وعلى فكرة الخدمة ما ينفعش خادم يبقى كشري، يا ريته ما يخدمش، خطر، خطر على الشباب. صحيح، مرة مجدي اسحاق، دكتور مجدي اسحاق هو صديقي يعني، فحكى لنا مرة قصة لطيفة انه كان داخل على اجتماع فلقى واحد طالع، الاجتماع لسه مبتداش، اجتماع شباب، فبيقول له انت ماشي ليه حبيبي؟ قال له انت شفت اللي واقف على الباب؟ فمجدي ما فهمش، قال له ايه اللي واقف على الباب؟ قال له روح شوف وشه وهتعرف انا مشيت ليه. بصوا التعبير، روح شوف وش اللي واقف على الباب وهتعرف ليه انا ما دخلتش. الى هذه الدرجه. واحد بقى وشه كشري جدا فبيقول للناس يعني يا اولاد الافاعي، يعني ايه حاجه كده؟ بيقول للناس ايه اللي جابكم؟ خلي بالكم، اذا الوش بيقدم رساله مهمه جدا. والعكس بقى، يعني انا لما خدمت شويه مع بنات مازر تريزا في مصر وبره، هما ما بيوعظوش خالص، كل رهبات الام تريزا ما بيوعظوش خالص، انما ما فيش غير ابتسامه ووش منور 24 ساعه، مع ان مجهود فوق طاقه البشر، بس وشهم فعلا منور من البشاشه بس، لانه بيخدموا في بلاد ما يعرفوش لغتها احيانا، وما فيش، ممنوعين من الوعظ، هما مش منهجهم يوعظوا، لكن بيخدموا وعندهم بقى كل انواع عندهم سكشن للايدز، انا دخلت كل المرضى ايدز بيموتوا وهما بيخدموه، عندهم سكشن تاني للاطفال المعوقين اللي هما مش بيفهموا، يعني لا تتخيلوا السعاده وهما بيخدموا طول الوقت. هو ده الصح، هو ده الوش اللي المفروض يربي. الوش اللي يربي ده الحقيقة لازم نراجع نفسنا فيه. هتقول لي طب بس الشغل ما متعب والأم بتشتغل والزوج مش مقدر تعب مراته. بصوا كل الحجج شيء، وفي الآخر الطفل ملوش ذنب إنه يجي الدنيا دي عشان يفتح عينه على وش كشري، ما كانش ده قصد الله. أنا برضو فاكر كنت قاعد جنب سيدنا أنبر ويس في مؤتمر في كندا، وجاله سؤال من الأسئلة دي إن العيال متعبة ومش عارف إيه، جاوب إجابة غريبة جدا بس عجبتنا، قال لما أنتوا مش قد التربية بتخلفوا ليه؟ فاجئني بالإجابة دي، جبتوهم ليه الدنيا إذا كنتوا منتوش قد التربية؟ هي رسالة شديدة صحيح، بس اتفوقنا، تفوقنا، لأنه أخطر رسالة في الوجود هي التربية. في القرن الثاني كان في قديس اسمه سانت كليمنت، قديس كليماندوس، ده كان فيلسوف وبعدين بقى مسيحي وبقى يبشر الفلاسفة، كتب من أمهات الكتب، من أوائل الكتب اللي كتبت في الباترولوجي في علم الأبائيات، كتاب اسمه المربي، كتاب اسمه المربي على المسيح، المسيح نفسه سماه المربي، وبص للمسيح من الزاوية دي بس، ازاي ربنا يسوع هو مربي البشرية اللي تشوف فيه كل أبجدية التربية. عشان كده ما فيش ولا كلمة هقولها إلا هتلاقوها متطبقة على المسيح طبعا. لو فكرت في الاستماع هتلاقي المسيح مستمع جيد، لو فكرت في البشاشة هو قال تعلموا مني لأني
وديع دي جواها بشاشة. وديع أول حاجة فيها اسمها البشاشة، كلمة وديع دي. فإذا كانت أم بشوشة، هقول لكم صدقوني ممكن ما تكونش تكون جهلة يعني أو أمية، بس تطلع تطلع عيالها نفسيتهم سوية لأنها بشوشة. والعكس ممكن تبقى معاها دكتورة ووشها كشري تطلع ولادها نفسيتهم ملخبطة، لأنه الوش بتاع القريب ده الأب والأم هو بيقول كل حاجة. بيقول إيه بقى؟ أنا بترجم لكم الترجمة الداخلية اللي في الطفل. لما يشوف أبوه وشه كشري أو متنرفز، أول ترجمة أنا السبب في تعب أبويا. تصوروا الطفل يميل أن يستذنب نفسه. الطفل عنده الميل ده اللي بتكبر معانا اسمها الجيلت فيلينج بقى. فهو لما يلاقي أمه غضبانة بيكره نفسه، مش بيكرهها، مش قادر يكرهها ولا قادر يكره أبوه، بس على طول بتقلب انه كره نفسه لانه تصور انه هو السبب، وهو طبعا مش سبب، بس هو بيتصور كده بدل هو تعبان. يا ريتني ما جيت، يا ريتني اموت تاني، على طول بتقلب معاه كده. الحاجة التانية، لما يكون الاب او الام مكشر يبقى في مصيبة هتحصل. دي الرسالة التانية اللي بيقولها الوش الكشري اللي عكس البشاشة، توقع الخبر السيء. خلاص اتربى جواه رعب بما ان الوش كده. بالعكس بقى الوش الحلو ده البشوش بيقول الدنيا خير، بيقول الدنيا جميلة، حتى لو فقراء وحتى لو مرضى حتى لو ظروف صعبة، بس بيقول كده، بيقول حاجة كده انه كله تمام. عشان كده الام العظيمة اللي تبقى عندها احباطات في حياتها لكن قدام عيالها وشها مبتسم، دي ام عظيمة. لانه ممكن يبقى جوزها معذبها او الظروف جايه عليها، بس هي واخده بالها كويس قوي قدام العيال الوش منور. ليه؟ لانه دي رساله، جزء من رسالتها تفضل قدام ولادها كله حلو، مش بالكلام، من الوش، من العين تتقري. الوش السمح كمان بيقول نفس الرساله اللي قالها الاستماع، انت محبوب. يعني لما ابتسم في وشك كأني بقول لك أهلا، كأني بقول لك أنت مقبول عندي. الابتسامة لوحدها بتستدعي الحب والحوار، لكن لو كشرت خلاص بلاش نتكلم، خلينا نبعد عن بعض على طول، دي معناها كده. فلو الطفل عاوز يتكلم ولقى كشرة يخاف يتكلم، يبقى قطعت الحوار من بدري بسبب عدم البشاش. أدخل على الخدمة، نفس القواعد في الخدمة. ياما صور لو كل واحد فيكم استعرض اللي خدموه في حياته، هيلاقي كتير من اللي أثروا فيه وشهم كان حلو، وغالبا اللي ما سابوش تأثير أو سابوا تأثير سلبي كان وشهم مش حلو. أقصد طبعا الكشرة نفسها، لا ممكن يبقى شخص عجوز قوي، يعني أم تريزا مثلا في صورها وهي في الثمانينات وشها مكرمش لكن وشها حلو. سيدنا البابا شنودة في عجزه وشه كان منور في ابتسامته، لكن هو كان كبير في السن. احنا مش بنتكلم عن جمال سن وجمال جسدي، احنا بنتكلم عن البشاشة اللي تطبع الجمال اللي قصده ربنا. البشاشة هي الوش بتاع المسيح، فبيبان عليك خلاص انت دي اول رسالة، ده شبه المسيح، ده شكل المسيح، لكن الكشرة ده شكل الشيطان، ده الوش السيء اللي بسبب عمايل ابليس. فطبعا لما يكون الخادم مبتسم في وش ولاده ده شيء ممتع جدا. برضو لما رحنا بعض العشوائيات او القرى او في السودان، لقينا احيانا تستخدم القسوة في التعامل مع اطفال مدارس الاحد. الحقيقة ده مبدأ غلط في التربية المسيحية، خطر. العنف ممنوع بداية من الوش، الوش عنيف، لكن الحب هو الوسيلة الوحيدة للإصلاح، حتى الحب اللي بيشد. يعني في حب يبقى شديد، ما المسيح كان شديد مع تلاميذه، لكن ما فيش عنف، في فرق بين الشدة والعنف. الحب ده فيه مسؤولية، تخليني أشد، لكن وأنا أشد مش لازم وشي يتقلب جامد كده ويرعب اللي قصادي. البشاشة الكلام فيها كتير وسهل، بس هي البشاشة ما تنفعش اصطناعي. يعني ايه مشكلة بقى البشاشة؟
يعني الاستماع اقول لكم تتدربوا عليه، الواحد يدرب نفسه ما يقطعش، يسمع قبل ما يتكلم، يسمع ومركز، يسمع ومبتسم، يسيب اللي في ايده. انما البشاشه مش هعرف اقول لك اتدرب عليها، لانها البشاشه الصح تطلع من جوه مش من بره، ما تتلبسش لبس، فاهمين؟ ارتفيشال ما تجيش. البشاشه بالذات لانها وداعه هي عمل الروح القدس جواك، هو شبه المسيح، فدي مدخلها الاساسي. طول ما انت مكشر او تعبان او متضايق من فضلك روح صلي، اقرا الانجيل، توب، اشبع بربنا لغايه ما الوش يفك، اطلع قابل الناس. مره سيدنا عم بابا خوميوس قال لنا الحته دي، ربنا يحميه يعني ويديله العمر والصحه، قال لنا انا براقب نفسي، لو لقيت نفسي ابتديت اكشر ولا صوتي عالي، ابتدت الحده في نبره الصوت، لازم اروح اقفل على نفسي في قلايتي لغايه ما اهدى خالص واطلع اقابل الناس. لكن ما احبش الناس يشوفوني ابدا لا مكشر ولا صوتي حاد. مدرسه حكمه، ما هو اب وسط ولاده. في ناس حساسه جدا مع الكهنوت بالذات، لو ابونا تعبان فمكشر بس حد شافه يبقى زعلان مني. يا ابني مش زعلان منك ولا خد باله، هو تعبان. لا لا معلش، في ناس حساسة جدا. طب اذا كانت الحساسية دي مع الكهنة، طب الحساسية بالاولى مع الاباء والامهات اللي في وش الطفل من صغره. طب اذا كل ما نروح نخدم لازم نصلي كويس عشان يا رب من فضلك بان على وشي عشان الناس دول. ساعدني ابتسم في وشهم، ساعدني اظهر الوداعة بتاعتك ليهم، هم مع الهم اللي هم فيه نفسهم يشوفوا حتة الدنيا حلوة اللي هتيجي في ابتسامة وفي وش حلو. يبقى البشاشة كتدريب يبدأ من الداخل، يبدأ بالعمل الروحي، لازم شغله مع ربنا. صحيح حاول ما تكشر، حاول، بس مش هتعرف تنجح فيها من غير شغل جوه، من غير تركيز في ربنا. ركز في ربنا يطلع منك الوش الحلو.